أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اختتمنا كلامنا السابق في أهمية التأمل فيما سطره أئمتنا الأطهار عليهم السلام وأصحابهم الأبرار عليهم الرضوان من مواقف الرفض والإباء للذل والإذلال. لقد قامت مدرسة آل محمد صلوات الله عليهم على ركيزة هيهات منا الذلة، وهكذا أحسن أئمتنا عليهم السلام تربية أصحابهم المخلصين على هذه الركيزة، حتى وجدنا أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وعليهم تظهر منهم أروع آيات الإباء والبطولة يوم كربلاء، حين كانوا كالأسود الضارية التي لم تستسلم للذلة ولم تقبل بدنية البيعة ليزيد لعنة الله عليه. كانت تلك البيعة في ظرفها ذلة لم يقبل بها الحسين وأصحابه عليهم السلام، حتى وإن كانت قيمة عدم قبولهم بهذه الذلة هي حياتهم، فإنهم ما رأوا الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. نحن نعلم أن الحسين وأصحابه عليهم السلام ما كانوا يتجاوزون 80، وهنا سؤال يفرض نفسه، فيقول هذا السؤال: إن جيشا جرارا كان قوامه نحو 30,000 رجل، لماذا قتل جمعا لا يتجاوز 80؟ إن مقتضى العادة أن يؤسر هؤلاء بكل سهولة، لا حاجة أصلا لقتالهم، يكفي تطويق كل رجل منهم بخمسة رجال بعشرة رجال، يقيدونه بالحبال مثلا ويسوقونه بعد ذلك أسيرا مرغما إلى السجون، حتى وإن لم يقبل بالنزول على بيعة يزيد لعنه الله. مقتضى العادة في الحروب هو هذا، فما الذي دعا هؤلاء القوم من أتباع يزيد لعنة الله عليهم، ما الذي دعاهم لذبح الحسين وأهل بيته وأصحابه واحدا تلو الآخر بهذه الطريقة البشعة الوحشية؟ نعلم أن كثيرا من جيش يزيد كان متعطشا لدماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ثأرا لبدر وحنين، ونعلم أن ابن زياد لعنه الله كان يرسل الرسائل التحريضية التي تأمر الجيش بأنه إذا لم ينزل الحسين وأصحابه عليهم السلام على البيعة ليزيد فاقتلوهم، نعلم هذا. ولكن إذا حللنا الموقف جيدا ولاحظنا كثرة المراجعات التي جرت إلى الساعات الأخيرة قبيل نشوب الحرب، هذه المراجعات التي جرت بكثرة للحيلولة دون وقوع الحرب، بل إذا لاحظنا
ما كان يجري أيضا خلال الحرب أثناء الحرب من مراجعات وتراد للكلام وهرج ومرج وتراجع أو تردد من قبل العدو في الإقدام على القتل. إذا لاحظنا كل ذلك نفهم أن القوم إجمالا كانوا يتحاشون القتال، لا لشيء سوى الرعب من نقمة الجماهير بعد ذلك، حين تعلم تلك الجماهير أن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة قد قتل، كان يتحاشى هؤلاء هذه النقمة. إذن لابد أن هنالك دافعا آخر جرأ القوم وحملهم أكثر على القتال وحمسهم للإقدام على ذبح هؤلاء البررة الأطهار فيما كان في أسرهم إياهم واقتيادهم إلى السجون مندوحة عن قتلهم، فلماذا أصروا على قتلهم؟ ما هو السبب؟ الحق أن هذا الدافع لهؤلاء المجرمين الذي جرأهم وحملهم أكثر على القتال، هذا الدافع كان صلابة الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام أمام ترغيبات وترهيبات العدو، صلابة لم تقف عند حد رفض البيعة، وإنما ودققوا جيدا وصلت إلى حد رفض أن يساقوا أسارى أذلاء وإن لم يبايعوا. لذا استبسلوا في القتال حتى صاروا كالأسود الضارية، إلى حد أن الجيش الأموي المعادي بدأ يخشى على نفسه منهم، مع أن عديده كما قلنا يفوقهم بأضعاف الأضعاف، هم 30,000 فيما الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام لا يتجاوزون 80 رجلا. لقد كان بإمكان الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام أن يرفضوا البيعة وفي الوقت نفسه لا يرفعون سيفا في المواجهة. وقد يقول قائل إن ذلك كان أفضل لأنه كان سيلجئ القوم إلى حقن دمائهم والاستعاضة عن قتلهم بأسرهم واقتياده. صحيح أنهم أصبحوا أسارى، إلا أن هدفهم في رفض البيعة وعدم الإقرار بشرعية خلافة يزيد هذا الهدف قد تحقق، وهذا هو المهم. كلا، كان ذلك يعني الذلة. إذا ما قبل الحسين وأصحابه عليهم السلام أن لا يبايعوا ليزيد، ولكن قبلوا بأن يساقوا أسارى، لم يرفعوا سيفا، لم يجابهوهم بالقتال، ولذلك قبلوا بأن يساقوا أسارى، كان هذا يعني ذلة. ومدرسة الحسين وآل الحسين هي مدرسة هيهات من الذلة، مدرسة لم يجعل الله للمؤمن أن يذل نفسه، هذه هي مدرسة الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين. ولم يكن هاهنا موجب للصبر على هذه الذلة تقديما لما هو أهم مثلا. لهذا استبسل الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام رافعين سيوفهم لئلا يلحقهم عار الذلة، فلا بيعة ليزيد ولا أسرى أو اقتياد ولا قبول لأي عرض من طرف العدو فيه مهانة وذلة، حتى وإن كان ذلك العرض هو منحهم الأمان، إنما هي الشهادة فقط، ما دامت الشهادة تحفظ العزة والكرامة.
لأنه لا تجوز المجازفة أو المخاطرة بالعزة والكرامة الدينية. نعم، تجوز المجازفة والمخاطرة بالنفس والحياة إلا العزة والكرامة الدينية، هذه لا تجوز المجازفة أو المخاطرة فيها. إليكم صورة هي من أروع صور الإباء والعزة والشهامة، صورة يصورها وينقلها لنا أحد المجرمين الذين شاركوا في قتل رجال الطف البرارة، حين يصف إباءهم وعزتهم ورفضهم مختلف عروض الذلة، وأنهم حين خيروا بين السلة والذلة صاحوا كما صاح إمامهم عليه السلام: هيهات من الذلة. فاختاروا السلة، أي سل السيوف من أغمادها وقتال العدو. وأي قتال! لقد حطموا من كان حولهم يمينا وشمالا. روى ابن أبي الحديد في شرح النهج أنه قيل لرجل شهد يوم الطف مع عمر بن سعد: ويحك، أقتلتم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: عضضت بالجندل، أي عضضت بالحجارة، أي كلامك هذا كلام يرتد عليك. قال: عضضت بالجندل، إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا. ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية، تحطم الفرسان يمينا وشمالا، وتلقي أنفسها على الموت، لا تقبل الأمان، لا تقبل أي عرض فيه ذلة، لا تقبل الأمان، ولا ترغب في المال، ولا يحول حائل بينها وبين الورود على حياض المنية أو الاستيلاء على الملك. فلو كففنا عنهم رويدا لأتت على نفوس العسكر بحذافيرها، فما كنا فاعلين لا أم لك. نعم، هكذا يكون الحسينيون حقا، لا يقرون بالذل، طائعين أبدا. حين يجدون العدو يخيرهم بين القتل أو الذلة يختارون القتل، حتى وإن علموا أن بإمكانهم تحاشي القتل بعدم إبداء المقاومة والاستسلام للأسر. هذا أيضا ذل لا يقبله الحسينيون طائعين أبدا، لأن الله لم يجعل للمؤمن أن يذل نفسه، فكأنه إن قبل بالذل يذل الدين الذي يمثله، وهذا ما لا يكون، فإن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لهذا لا محيص عن مد الرقاب للسيوف، ولتأخذ السيوف من رقابنا ما أخذها، هذا ليس مهما، فلنقتل ولتسفك دماؤنا، إنما المهم ألا نذل ولا نخضع. إذا كان الله تعالى لم يفوض للمؤمن أن يذل نفسه، فكيف بأن يذل دينه والعياذ بالله؟ إذا كان إذلال المؤمن نفسه حراما أكيدا، فكيف بإذلاله طائفة المؤمنين بأكملها؟ إذا عرفتم هذا تعرفون حجم الإثم الذي يرتكبه أولئك الخونة مدعو التشيع المتلاعبون بمصير هذه الطائفة، المجازفون بكرامة هذه الطائفة، عمائم النفاق والضلالة التي تدعو لطأطأة الرأس أمام العدو.
هؤلاء الذين يتحججون بالمصلحة تارة وبالمصالحة أخرى وبحسن الأخلاق ثالثة وبالتقية رابعة إلى غيرها من حجج وذرائع ليست شرعية ولا مكان لها حتى في العقل والمنطق، إنما هي من قبيل كلمة حق يراد بها باطل. هؤلاء يتآمرون على عزة وعلو هذه الطائفة. هؤلاء هم أعدى أعداء الشيعة، هم العدو فاحذرهم، لأنهم باسم التشيع يقتلون في الشيعة روح التشيع، روح الثورة والتمرد على الظلم والباطل. هذه الروح هي روح التشيع. إنهم بهذه العناوين يخدرون المؤمنين بآراء شيطانية يلبسونها لباس الدين والشرع. إنهم يستلون مثلا عنوان التقية ويخرجونه إلى الناس بصورة أخرى مغايرة لما شرع الله تعالى، فلا يكون ما يدعون إليه تقية مشروعة بل مغلوطة. ولو كشفت عنها الغطاء لوجدتها هي الذلة بعينها. سنتناول إن شاء الله مبحث التقية بالتفصيل في حينه بإذن الله تعالى، وسنبين مقدار ما يرتكبه هؤلاء من تجهيل وخداع للناس تحقيقا لمآربهم الدنيوية. غير أن المهم ها هنا أن نثبت ضرورة أن يتحلى كل فرد منا بروح الإباء، بروح رفض الذلة، ألا نطأطئ رؤوسنا لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، ونبقى أحرارا. فالحر حر على جميع أحواله، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: كن حرا على جميع أحوالك، وكن شجاعا في حريتك، لا تقبل مطلقا كل ما من شأنه الحط من كرامتك أو جرح حريتك أو خدش عزتك، كن أنت الأعلى. فلا تسمح لعدوك أو خصمك أن ينال منك لدينك ولو بشطر كلمة، ولو بتعريض أو إيحاء أو ما أشبه. كن كأئمتك عليهم السلام. فها هي مواقفهم تعلمك كيف ترفض الذلة، وكيف تلقن أعداءك درسا لا ينسونه فيرهبونك ولا يتجرؤون عليك أبدا، بل يتصاغرون أمامك حتى وإن كانت السلطة بأيديهم، لأن الله تعالى يقذف في قلوبهم الرعب من المؤمنين. أضرب لكم ها هنا ثلاثة أمثلة، هي عبارة عن ثلاثة مواقف للأئمة الثلاثة الأول، علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المشترك بين هذه المواقف أن الأئمة عليهم السلام كانوا في أزمان الاضطهاد، وكل من يريد إذلالهم حاكم بيده السلطة، ومع ذلك وجدنا كل إمام يتصدى لذلك الحاكم ويرد عليه الصاع صاعين رغم ما في ذلك من مخاطر. وما ذلك إلا لأن الإمام لا يقبل الذلة أبدا. الموقف الأول
يرويه شيخنا العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن شيخنا قطب الدين الراوندي رضوان الله تعالى عليه عن سلمان المحمدي الفارسي عليه سلام الله. يقول سلمان: إن عليا عليه السلام بلغه عن عمر ذكر شيعته، أي أن عمر ذكر شيعة علي بسوء فبلغ ذلك عليا. إن عليا عليه السلام بلغه عن عمر ذكر شيعته، فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة، وفي يد علي عليه السلام قوس عربية، فقال: يا عمر، بلغني عنك ذكرك شيعتي، أنت ذكرت شيعتي بسوء. فقال عمر: اربع على ضلعك. اربع بمعنى أبقي، ضلعك بمعنى عيبك. أصل كلمة ضلعك كأنه من يعرج في مشيته، أو غمز الناقة في مشيتها، هكذا المراد هو العيب. أربع، اربع على ضلعك، هذه كلمة تهديد. فقال عليه السلام: إنك لهاهنا، أنت أيها الجبان تتحدث، إنك لهاهنا، يعني هل أنت في محل أن تهددني وإنك لهاهنا؟ ثم رمى بالقوس على الأرض، فإذا هي ثعبان كالبعير في الضخامة، فاغر فاه، فاتح فمه، وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه. فصاح عمر: الله الله يا أبا الحسن، لا عدت بعدها في شيء. وجعل يتضرع إليه، فضرب علي يده إلى الثعبان، فعادت القوس كما كانت. ثم مضى عمر إلى بيته مرعوبا، ارتعب. قال سلمان: فلما كان في الليل دعاني علي عليه السلام فقال: صر إلى عمر، فإنه حمل إليه مال من ناحية المشرق ولم يعلم به أحد، وقد عزم أن يحتبسه، فقل له: يقول لك علي: أخرج إليك مال من ناحية المشرق، ففرقه على من جعل لهم، ولا تحبسه فأفضحك. قال سلمان: فأديت إليه الرسالة، فقال: حيرني أمر صاحبك، من أين علم به؟ فقلت: وهل يخفى عليه مثل هذا؟ فقال لسلمان عمر، يقول لسلمان: اقبل مني ما أقول لك، ما علي إلا ساحر والعياذ بالله، وإني لمشفق عليك منه، والصواب أن تفارقه وتصير في جملتنا. قلت: بئس ما قلت. لكن عليا، سلمان يقول: قلت: بئس ما قلت، لكن عليا ورث من أسرار النبوة ما قد رأيته منه وما هو أكبر منه. قال: ارجع إليه. عمر يقول لسلمان: ارجع إليه فقل له: السمع والطاعة لأمرك. يقول سلمان: فرجعت إلى علي عليه السلام فقال: أحدثك بما جرى بينكما؟ فقلت: أنت أعلم به مني. فتكلم بكل ما جرى به بيننا، ثم قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت. نحن نلاحظ هنا أن الطاغية عمر لعنه الله كان قد ذكر شيعة أمير المؤمنين عليه السلام بسوء، أي أنه انتقص منهم بالكلام فقط. وحين التقى به الأمير عليه السلام في طريق من طرقات المدينة، أراد توبيخه على ذلك، فقال له: يا عمر، بلغني عنك ذكرك شيعتي. غير أن عمر أخذته ها هنا العزة بالإثم،
فقال متحديا: اربع على ضلع إلى اربع على ضلعك. كما قلنا هذه كلمة تهديد، المراد منها اسكت على عيبك، ارفق بنفسك ولا تتحدى، فتحمل على نفسك ما لا تطيق ويظهر ضعفك وعيبك. هذه كلمة أراد بها عمر أن يذل أبا الحسن صلوات الله عليه، وما كان أبو الحسن ليمررها له، فقال له مستهزئا: إنك لها هنا، أي هل لك محل في القوة والشجاعة حتى تهدد أيها الجبان؟ ثم إنه عليه السلام ماذا صنع؟ أرعبه بالثعبان الذي أظهره له، وهكذا رد عليه الصاع صاعين، وجعله يتصاغر ويتصاغر حتى صاح متوسلا: الله 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 يا أبا الحسن، لا عدت بعدها في شيء، لن أعود مجددا إلى الانتقاص من الشيعة أو محاولة إذلالك أنت وشيعتك. حين أطلق أمير المؤمنين صلوات الله عليه سراح عمر، عاد عمر إلى بيته مرعوبا خائفا. ولم يكتف الأمير عليه السلام بذلك، بل أرسل إليه سلمان مهددا إياه أن يفضحه إذا لم يوزع المال الشرعي على مستحقيه. فاضطر عمر صاغرا لأن يسمع ويطيع، ويقول سمعا وطاعة، وعادت على عمر الذلة. لقد أراد عمر أن يذل عليا عليه السلام، أراد أن يهينه ويهين شيعته، فخسأ وعادت عليه هو الذلة. كما ترون أيها الإخوة، لم يقبل أمير المؤمنين عليه السلام أن يذل عمر شيعته، شيعة علي، بذكره إياهم بسوء، فاستوقفه حتى يقرعه، لأنه ليس لعمر أن يذل الشيعة. ولما تجاوز عمر حدوده وبدأ يتطاول على أمير المؤمنين نفسه، أرعبه الأمير، أرعبه بما كاد يؤدي إلى أن يحدث عمر في سرواله خوفا ورعبا. هكذا تصدى أمير المؤمنين عليه السلام لعمر حين أراد أن يذله ويذل شيعته ويذل شيعته. وهكذا لقن أمير المؤمنين عمر درسا لا ينساه، مع أن عمر كان آنذاك حاكما يملك السلطة، وتحت يده رجال، بل تحت يده جيوش تأتمر بأمره، إلا أن كل هذا لم يعبأ به أمير المؤمنين عليه السلام. فالمهم هو أن لا يتعرض هو أو شيعته إلى الإذلال، هذا هو المهم. قد تقول إن الذي صنعه أمير المؤمنين عليه السلام من تحويل القوس إلى ثعبان، هذا الذي صنعه كان معجزة، وبهذا أرعب عمر وأخرسه ومنعه من أن يتعرض إلى الشيعة ثانية، ومنعه من أن يفكر مجرد التفكير في إذلالهم، إنما منعه بهذه المعجزة. أما نحن فلا نملك مثل هذه المعجزة، فكيف لنا أن نخرس أعداءنا؟ وكيف لنا أن نعيد الذلة عليهم؟ الجواب: إن الكلام إنما هو في أصل التكليف، فأنت مكلف بأن تدفع عن نفسك الذلة بما هو مقدور لك، كما كان علي عليه السلام مكلفا بأن يدفع الذل عن نفسه وعن شيعته بما هو مقدور له. غاية ما هنالك أنه عليه السلام كان مقدورا له أن يحول القوس إلى ثعبان، وبهذا يرعب عمر ويوقفه عند حده. أما أنت فليس مثل هذا مقدورا لك، ولكن لك مقدورات أخر، فعليك إذن بأن تفعل تلك المقدورات
حتى توقف عدوك الذي يريد إذلالك توقفه عند حده. المهم هو أن تتعلم من إمامك أمير المؤمنين عليه السلام ألا تسكت على الذلة، وكل ما هو مقدور لك في هذا الاتجاه عليك أن تفعله. وهذا نظير ما نعلم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد لجأ في بعض الأحيان أثناء حروبه، لجأ إلى المعاجز مع أعدائه. لا نقول حين ذاك إنه ليس لنا أن نحارب أو نجاهد لأننا لا نملك القدرة على إيقاع مثل هذه المعاجز، لا نقول مثل هذا الكلام، إنما نقول إننا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل ما نستطيع القيام به للانتصار على العدو علينا أن نقوم به. هذا أولا. وأما ثانيا، إذا أعرضنا عما سبق فإننا نجد في مواقف كثيرة أخرى للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام أنهم ما لجأوا إلى المعجزة في تصديهم لمن أراد إذلالهم أو الانتقاص منهم، إنما فعلوا ما هو بمقدور كل فرد منا. وهنا دعونا ننتقل إلى الموقف الثاني، وهو موقف يرويه العدو نفسه. فقد روى البيهقي ما حاصله أن معاوية أغرى عبد الله بن الزبير لعنة الله عليهم بأن يتطاول على الإمام الحسن عليه السلام بغية إذلاله، وكان ذلك بعدما وقعت الهدنة بين الإمام الحسن وبين معاوية. فكان مما قال ابن الزبير للإمام الحسن عليه السلام في ذلك المجلس: لولا أنك خوار في الحرب، يصف الإمام الحسن والعياذ بالله بأنه خوار في الحرب، أي أنه جبان يتراجع في الحروب، يقول: لولا أنك خوار في الحرب غير مقدام ما سلمت لمعاوية الأمر، أي الخلافة، وكنت لا تحتاج إلى اختراق السهوب الأراضي البعيدة وقطع المفاوز الصحاري، تطلب معروفه وتقوم ببابه. هكذا أراد ابن الزبير ومن ورائه معاوية إذلال سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن للإمام أن يسكت، لأن ذلك يعني أن الذل قد أصابه، كما أنه سيؤدي إلى أن تنسبه بنو أمية إلى العجز عن الرد. لذا تقول الرواية التي رواها البيهقي: فالتفت إليه الحسن وقال: أما والله لولا أن بني أمية تنسبني إلى العجز عن المقال لكففت عنك تهاونا، ولكن سأبين ذلك لك لتعلم أني لست بالعي ولا الكليل اللسان، لست عاجزا عن الرد، ليس لساني عاجزا عن الرد. إياي تعير وعلي تفتخر، ولم يكن لجدك بيت في الجاهلية ولا مكرمة، فتزوجته جدتي صفية بنت عبد المطلب، لأن صفية التي هي جدة الحسن عليه السلام وعمة رسول الله صلى الله عليه وآله، تزوجت العوام الذي هو والد الزبير، وعبد الله هذا حفيده، أي أن العوام جد الزبير. يقول الإمام الحسن عليه السلام: ولم يكن لجدك العوام بيت في الجاهلية، شرف بيت ذا مقام في الجاهلية، ولا مكرمة،
فتزوجته جدتي صفية بنت عبد المطلب، فبذخ على جميع العرب بها وشرف بمكانها. لولا زواجه من صفية بنت عبد المطلب ما كان له أن يتشرف على العرب. فكيف تفاخر من هو من القلادة واسطتها؟ نحن أهل البيت، أهل الكساء، درة وسط قلادة بني هاشم، اللؤلؤة التي هي في وسط تلك القلادة. فكيف تفاخر من هو من القلادة واسطتها ومن الأشراف سادتها؟ نحن أكرم أهل الأرض زندا، لنا الشرف الثاقب والكرم الغالب. ثم تزعم أني سلمت الأمر لمعاوية؟ تتصور أني سلمت الخلافة لمعاوية أيها الأخرق؟ ليس الأمر كما تظن، وإنما هي هدنة ومصالحة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مع المشركين في الحديبية. ثم تزعم أني سلمت الأمر لمعاوية؟ فكيف يكون ذلك ويحك؟ فكيف يكون ذلك ويحك كذلك وأنا ابن أشجع العرب، وقد ولدتني فاطمة سيدة نساء العالمين وخير الإماء؟ لم أفعل ذلك ويحك جبنا ولا ضعفا، ليس لسبب الضعف والجبن سلمت الأمر كما تظن لمعاوية لعنه الله، وإنما صالحته لأن الذي ألجأني إلى ذلك خذلانك أنت وأهل بيتك وأصحابك، أنتم الذين خذلتموني فحقنت دماءكم بذلك، وإلا فأنا أشجع العرب وابن أشجع العرب، ماذا تظن ويحك؟ فكيف يكون ذلك ويحك كذلك وأنا ابن أشجع العرب، قد ولدتني فاطمة وقد ولدتني فاطمة سيدة نساء العالمين وخير الإماء؟ لم أفعل ذلك ويحك جبنا ولا ضعفا، ولكنه بايعني مثلك وهو يطلبني بترة ويداجيني المودة، يتظاهر أمامي بأنه يودني لكنه في باطنه يطلبني بالثارات، بترة أي بثار. ولم أثق بنصرته لأنكم أهل بيت غدر، أنتم غدارون منافقون، أمامي تتظاهرون بالمودة وتتحينون الحين والفرصة لقتلي. ولم أثق بنصرته لأنكم أهل بيت غدر. وكيف لا يكون كما أقول، كيف لا تكونون أهل بيت غدر وقد بايع أبوك أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، بايع أبوك الزبير أمير المؤمنين عليه السلام، ثم نكث بيعته ونكص على عقبيه واختدع حشية من حشايا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني زوجة من زوجات رسول الله، لأن الحشية بمعنى الفراش يكنى بذلك عن الزوجة، واختدع حشية من حشايا رسول الله صلى الله عليه وآله ليضل بها الناس، أي عائشة لعنها الله. فلما دلف نحو الأعنة أبوك الزبير، انظروا كيف يعير الحسن عليه السلام عبد الله بن الزبير بأبيه الخوار الجبان حقا. فلما دلف نحو الأعنة ورأى بريق الأسنة قتل مضيعة لا ناصر له، قتل بمضيعة لم يكن له ناصر، لم يبلي أي بلاء حسن في تلك الحرب. وأتي بك أسيرا، أنت الذليل، وأتي بك أسيرا قد وطأتك الكمات بأظلافها والخيل بسنابكها واعتلاك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، مالك الأشتر، فغصصت بريقك، كنت تختنق وأنت تبلع ريقك من الخوف، فغصصت غصة، فغصصت بريقك
وأقعيت على عقبيك كالكلب إذا احتوشته اليوث. جلست جلسة الكلب الإقعاء، وأقعيت على عقبيك كالكلب إذا احتوشتك اليوث. هذا لما أحاط بك الفرسان ووطأتك الكماة بأظلافها والخيل بسنابكها واعتلاك الأشتر. الأشتر كما حدث التاريخ والمؤرخون كان قد جلس على صدر عبد الله بن الزبير، وكاد الزبير أن تزهق نفسه من الخوف لولا أن خلصه من قبضة الأشتر أصحابه. لولا أصحاب عبد الله بن الزبير لما كان له أن يتخلص من تحت يد الأشتر. يقول: واعتلاك الأشتر فغصصت بريقك، وأقعيت على عقبيك كالكلب إذا احتوشته اليوث. فنحن ويحك نور البلاد وأملاكها، وبنا تفخر الأمة، وإلينا تلقى مقاليد الأزمة. أتصول وأنت تختدع النساء، ثم تفتخر على بني الأنبياء؟ تصولون بالنساء، ركبتم عجوز عائشة وصلتم بها، وتريدون أن تفخروا بهذا على أولاد الأنبياء؟ لم تزل الأقاويل منا مقبولة، وعليك وعلى أبيك مردودة. دخل الناس في دين جدي طائعين وكارهين، ثم بايعوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فسار إلى أبيك وطلحة حين نكثا البيعة وخدعا عرس رسول الله صلى الله عليه وآله، أي زوجته، فقتل أبوك وطلحة، وأتي بك أسيرا، فبصبصت بذنبك كالكلب، وناشدته الرحمة ألا يقتلك فعفى عنك. فأنت عتاقة أبي، أنت عتيق، اعتقت من القتل من أبي صلوات الله عليه، علي أمير المؤمنين، فأنت عتاقة أبي، وأنا سيدك وسيد أبيك. أنا سيدك يا عبد الله بن الزبير، وسيد أبيك الزبير أيضا، فذق وبال أمرك. لاحظوا أيها الإخوة كيف كان لسان الحسن صلوات الله عليه هاهنا كالسيف، يأخذ من ابن الزبير لعنهم الله كل ما أخذ. قد شبهه بالكلب إذا احتوشته اليوث، وأنه بصبص بذنبه كالكلب حين يفعل، وناشد أمير المؤمنين عليه السلام الرحم حتى يعفو عنه. هكذا حكى الحسن حتى يذله، يذكره بماضيه، من الخوار الآن. ثم إن الحسن عليه السلام أكد على أنه هو سيد عبد الله بن الزبير وسيد أبيه، لأن عبد الله بن الزبير عتيق علي عليه السلام، فكأنه له ولاؤه، الحسن سيده وسيد أبيه وسيد الجميع إلا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة صلوات الله عليهم. بعد هؤلاء الثلاثة الحسن سيد الجميع، حتى سيد الحسين وسيد سائر الأئمة صلوات الله عليهم. هذه كلمات جاءت كالصواعق على رأس ابن الزبير، ولذا لم يملك ابن الزبير جوابا إلا أن يقول: اعذر يا أبا محمد، اعذرني،
فإنما حملني على محاورتك هذا، أي معاوية هو الذي حملني على ذلك، وأحب الإغراء بيننا، فهلا إذا جهلت أمسكت، فهلا إذا جهلت أمسكت عني، فإنكم أهل بيت سجيتكم الحلم والعفو. مع هذا الإمام عليه السلام لم يسكت، مع أن ابن الزبير قد تراجع وتصاغر، إلا أن الإمام عليه السلام لم يسكت، بل توجه إلى معاوية، مع أن معاوية كان آنذاك سلطان زمانه وبيده الملك والقوة. الإمام عليه السلام توجه إليه وهدده وأذله حين قال له: يا معاوية، انظر هل أكيع عن محاورة أحد؟ هل أجبن أضعف عن محاورة أحد؟ ويحك، أتدري من أي شجرة أنا وإلى من أنتمي؟ انتهي، يحذره، انتهي قبل أن أسمك بميسم، قبل أن أصمك بوصم، أصفك بوصف أثلبك فيه، انتهي قبل أن أسمك بميسم تتحدث به الركبان في الآفاق والبلدان. هكذا أراد ابن أبي سفيان وابن الزبير إذلال الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وهكذا رد عليهم الإمام الصاع صاعين، بل أصواعا، مع أن السلطة كما قلنا كانت بيد معاوية، والإمام تحت الاضطهاد، إلا أنه مع ذلك لم يسكت، لأن سكوته كان يعني إذلاله، ويأبى الله ورسوله صلى الله عليه وآله، ويأبى المؤمنون ذلك. هناك ما نلاحظ، لم يلجأ الإمام الحسن صلوات الله عليه إلى معجزة لإخراس معاوية، لم يلجأ إلى معجزة لإخراس ابن الزبير، لم يلجأ إلى معجزة لكي يدفع الذل عن نفسه ويرده عليهما، إنما استعمل اللسان، اللسان فقط، وهذا بمقدور كل فرد منا، هذا أمر نحن قادرون عليه. لذلك لا يقال أنه لا يدفع الذل إلا مع الاقتدار على مثل المعجزة، كلا، كل ما هو بمقدورك ولست عاجزا عنه تتمكن به أن تدفع الذلة عن نفسك، فإن عليك شرعا أن تفعله، سيما إذا كان المذل لك أو القاصد لإذلالك إنما يقصد بإذلالك إذلال دينك، إذلال الطائفة التي تنتمي إليها، هنا لا يسوغ لك شرعا أبدا أن تسكت، هنا عليك أن تتحرك، واستعمل بهذا أقوى ما لديك من عبارات ومن وسائل، حتى إن كانت فعلية بدنية بالجوارح. هذا ما يدعونا إلى أن ننتقل إلى الموقف الثالث، ولكن حيث أنه قد أدركنا الوقت فإنه ليس بإمكاننا أن نفصل في عرض هذا الموقف الثالث الذي هو موقف الحسين صلوات الله عليه، سنوكل بيان هذا الموقف إلى المحاضرة اللاحقة، حيث يتبين كيف أن الحسين صلوات الله عليه لما أراد مروان بن الحكم لعنة الله عليهما أن يذله أو ينتقص منه مجرد الانتقاص بالكلام، كيف رد عليه الإمام صلوات الله عليه، لا باللفظ فقط وإنما بالجوارح أيضا.
لقد طرحه أرضا كما سننقل الرواية إن شاء الله تعالى. لماذا؟ حتى يلقنه درسا يوقفه عند حده فلا يتجاوز ثانية. مثل هذه المواقف هي التي تعلمنا الإباء ورفض الذلة، هيهات منا الذلة. هذه هي الروح التي يجب أن نتحلى بها، روح علي والحسن والحسين، الروح التي عنوانها هيهات منا الذلة، عنوانها ما كان لمؤمن أن يذل نفسه، لم يفوض الله إلى المؤمن أن يذل نفسه، روح الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الحر حر على جميع أحواله. هذه هي العناوين التي يجب أن نتحلى بها وتكون ذات انطباق علينا في حياتنا وسلوكنا وأعمالنا. إذا غيرنا من نفسيتنا من الأعماق وتعاملنا مع أعدائنا بروح العلو وبروح دفع الذل حتى نلبسهم إياه بمثل هذه الروح، إذا تعاملنا مع أعدائنا فإن لنا أن نعلو ولا يعلى علينا. لذا نحن على موعد مع تحرير أنفسنا من المفاهيم المغلوطة التي تجعلنا نقبل بالذل أو نستمرئه أو نتعايش معه. الإنسان الشيعي بحاجة إلى أن يتحرر من هذه الأفكار والمفاهيم المغلوطة ويتأمل في مثل هذه المواقف التي تعلمنا كيف ندوس على أعدائنا ونذلهم، لا أن يدوسوا علينا ويذلونا لا سمح الله تعالى. للكلام بقية وننتظر أن نبين الموقف الثالث الذي نرجئه إن شاء الله تعالى إلى المحاضرة المقبلة. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بالله بمحمد العلي فاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.